السلام عليكم. قبل ما نبداو خليو لي السميه ديال هاد الطوموبيله قبل ما تغبر في الباب. شوفوا الخوت، السيارات الصينيه الصناعه ديالها اللي جايه من هنا لقدام شي حاجه هربانه. المغربي الا بغى يبقى ينافس في مجال السيارات خصو يفكر مزيان دابا في استراتيجيه اللي تخليه يصاوب بزاف ويصاوب بجوده طالعه وينافس في السوق وينتج اكثر من سياره واحده. يعني ما تصاوبش ماركه واحده وما تصاوبش ديكور واحد وما تصاوبش حاجه واحده. من دابا خاصنا نبداو نفكروا في استراتيجيه جديده.